وزير الري والموارد المائية ووزير الإسكان، هو بشأن ضعف مياه الري بمحافظة بني سويف وخاصة في مركز الوسطى، لأن مركز الوسطى هو في نهاية الطرق الإبراهيمية، فما يجي من مياه من محافظة المنيا أو الحصة المحافظة غير كافية، فعندي شكوى مريرة من الفلاحين في فروع أبو سري الملا في ترعة محمود ياسين، في قرية الميمون في ترعة بن حدير الغربية وشبنت الشرقية، في قرية أمن العروس ترعة أشيشة، في قرية أطوابية برضو نفس الطريقة، في قرية ميدوم. هذه الفروع المية لم تصل ليها إلا في البداية، أما النهايات لا تصلها المية. هذه الفروع طولها حوالي من 2 كيلو 3 كيلو، ساعة ما بتيجي حصة المياه يمكن بتاخد الفترة الأولانية المرحلة الأولى من الترعة، أما باقي الترعة أصبح الفلاح النهاردة يعاني معاناة شديدة من مياه الري، وخاصة في الفروع والنهايات اللي عليها الأراضي الزراعية. الفلاح استخدم الآبار الارتوازية يمكن بدأت تجف وتقل، استخدم مياه الصرف الزراعي وبدأت تجف وتقل، فما قدموش ملجأ إلا وزارة الري. فأنا طلبت في هذا الكلام في دور الانقاذ الاول والثاني لوزير الري، وعملت اقتراح برغبه وخدت الموافقه عليه واحيل الحكومه للتنفيذ بانشاء مغذي على طرعه الابراهيميه عند منطقه اشيشه، ده هيقدر يكفي مركز الوسطى بالكامل، لان ظروف مركز الوسطى هو في نهايه الفر، وما ياتي من مياه من حصتنا من المياه غير كافيه بالمره لهذا. الحاجه الثانيه برضو اللي انا قدمت فيها للبناء العالي مياه الشرب. انا عند طرعه الجزاوية يقع عليها حوالي 8 محطات مياه شرب، الثمان محطات مياه شرب في خلال شهر رمضان توقفوا أكثر من مرة، وكانت الشكوى مريرة بأن منسوب المياه في طرعة الجزاوية انخفض، أصبح مكينات ومحطات مياه الشرب أصبحت بعيدة عن المأخذ بتاع المية، فتوقفت المحطات. لما توقف المحطات حصل ضرب عندي في شبكات المية، الناس عانت كتير من المية، ما كانش قدامنا ان احنا نجيب عربيات زي قنطاز مجهز لتوزيع المياه على المنازل، وده كان شيء غير ادمي لا يقبله احد. فظروف المواطن البسيط هي اقل حاجه ان احنا نوفر له مياه الشرب على الاقل، ده ابسط يعني ابسط حقوق المواطن، ان يعني قريه من القرى تقعد المياه فيها 20 يوم. تخيل لو انت مكان عايش في هذه القريه، ازاي تقدر تخش حمام؟ ازاي تقدر تخش المطبخ؟ لو النور اتقطع ممكن تعيش، لكن لو الميه اتقطعت ده اصعب حاجه على المواطن. انا بطالب وزير الاسكان بسرعه تطوير محطات مياه الشرب في مركز ومدينه الوسطى، لان الموجود غير كافي للتوسعات في البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه. شكرا.